تبيع انت؟ نبيع في القرى ونبيع فلفل وكيك معناتها نتاع الفلاحه نتاعنا نتاع قلعه انجلز. وربي يحسن العاقبه هكا، هو معناتها العبد ما يوصل باش يعمل معناتها توصل الغله هكايا الا هو وربي يعلم. ما نقول ماشي الدنيا وتشعل كل يوم تري العجب اللي هنا في تونس. والنبي محمد توني راني معناتها من اللي كنت صغير وخلاص ندوس هذه كانت تسمى معناتها منطقه فلاحيه بتم معنى كلمة، وناس معناتها تعرف مجاهدين مجاهدين اصلا لهنا في البلاد هذه يزرعوا معناتها كان بطيخ القلعاوي قبل معناتها وقت فهمت. وكانت عندنا معناتها القلعه هذه يضربوا بها المثل صبعت اليوم احنا اولادها ما عادش لاقيين كيفاش نخدموا فيها. كيما عام كيما سنه نجحت وهذا ما يعلم بيا كان الرب. زرع قرع سنين. زرع قرع ونزرع طماطم وفلفل. اما شنو الطماطم والله وراس اختي عامين. المشتله مانيش قسما بالله المشتله مغشوش. طماطم ناخذها نشريها بلاطوات تعمل الكعبه تطلع لك كاين يبيس. انت فلاح. انت فلاح انا مش فلاح فلاح اما الحمد لله هكاك اش ماشي. نزرع وتبيع. يا رحم والديك نزرع ونبيع باش نلقط الخبز لولادي خاطر ما عنديش خدمه اخرى. ما عنديش خدمه اخرى الا هذيك. يلزمني نخدم باش نوكل ولادي. لهنا الناس بالاساس يعيشوا من الفلاحه. من الفلاحه بالطبيعه. قلت لي غشوني في المشتله كيفاش؟ صدقيني خذيتها المشتله تو عامي. الطماطم على حسب ما تو نحكوا احنا وكل شيء. وقع فيها فيروس، فما فيروس. معناتها الطماطم اللي كانت في قلعه الوسط احنا لهنا الطماطم تاعنا كون تونس الجمهوريه المعاصر من كثر الطماطم اللي تنتجها قلعه الوسط تسكر. صدقيني تسكر. ما تمشي بالصف الظلي باش يصبوا الطماطم المعصر. صبحت اليوم الطماطم المشتله خاطر كنا نزرعوها احنا اختي نزرعوها المشتله وحدنا. كنا نزرعوها وحدنا المشتله نعملوا حواض ونزرعوا فلفل طماطم ونزرعوا وحدنا الطماطم. ما طولت كي ولت هذه القوتاقوت وتطورت احنا نقولوا الفلاح. الفلاحه بالعكس والله تي بالك تو اخرت مش طورت. طولت صبحت معناتها تخوها بلاطوات وما البلاطوات في الاول والله بالحق كنت تزرع الطماطم صلي على النبي عامين تو ولا فيها مانيش عارف شنو هي اللي وقع في المشتله اللي في شنو يجيك فيها المشتله؟ المشتله ما تعطيكش الكعبه اللي بيها الفايده. تقع معناتها تطلع الواحد تنور والكعبه تجي قلت الواحد غير الحجم غير بالكل تجي معناتها الكعبه ماشي خشينه. وصدقيني هذه تو هذه السنه وعام ناول وقعت لي هكاك. منين تاخذ في المشتله؟ ناخذ فيها من هنا من اللي بيقوا فيها هما يجيبوا فيها. بسم الله ديشه فرمو. باش نحكي لك ازمه اخرى اللي كبيره ياسر في قلعه تندوس ولد. خليني باش نقول لك اللي صار عليا انا بالذات. انا يا سيدي مشيت ما نكذبش عليك بعد ما كملت الجيش هجرت مشيت 5 سنين خرجت من هنا. مشيت لليبيا فما ربي خدمت في ليبيا. كونت يرحم من خلى عنا معناتها عملت دوار وعملت معناتها وصلوا عندي 10 بقرات بخلاف ولادهم. صدقيني اليوم ما نكسب حتى بقرة. علاش؟ وين مشاو البقرات؟ انت ما تعرفيش علاش؟ قولي انت. هيا نقول اللي وقت اللي كسبت البقرة هذه الحكاية في حكاية التسعينات. التسعينات معناتها آخر من التسعين رد وقتها شكرت النخالة تجيني للدوار، الدوار يوصلها لي لحلايبي ب 3500 وشكرت الشعير ب 10000. اليوم شكرت النخالة ب 50 دينار وما زماش. نقول لك صحيح وقت معناتها القلعة تندوس اللي الحليب احنا وصلنا نصبوا فيه من كثر المنتوج اللي ما يقلبوا فيه في الكياسات. وقع هذا راهو في التلفزه وروه فهمت. اليوم صباح تمشي بتوخو شكاره علفة كيفاش تنجم تربي البقره؟ تبات القرد ب 20 دينار بات تتبنى ب 10000 باش يوريك الازمه اللي هل في البلاد هذه. منين باش نجم ما نجموش ما عادش من نجمين المواطن يعني القدره نتاع الفلاح ما عادش تسمح ما عادش ينجم باش هو يشجع الشباب باش يخدم مثلا يقعد يخدم في بلاده ما عادش ينجم اختي. منين باش ينجم؟ تيبا صحيح البلاد مانيش عارف شنو هي اللي وقع فيها مش عارف شنو اللي وقع فيها. يندرى فما ناس معينه تحب تحطم الشباب التونسي والا مانيش فاهم شنو هي الحكايه بالضبط. نقول لك صحيح فاهمين منين المشكل بالضبط؟ احنا مانيش فاهمين كيفاش فاهمين احنا وين نوصلوا باش نوصلوا نفهموا وقت وين نفهموا احنا توا نقول لك اللي فاهمينه فما روس اموال هي اللي مسيطره على الوضع. روس اموال هي اللي مسيطره على الوضع. تو انت تجي العلفه سمعت بها والنبي محمد وقعدنا نسال مالكين هزوز من الناس في تونس الجمهوريه العلف هما يصرفوا فيه كيما يحب كيما يحب
معناتها ريتي هما اللي يحبوا يعيشوا والمواطن يلزم هون كاين لي واحد. نرجعوا للمشتله توا لهنا في قلعه الاندلس المشتله نتاع مربوطه بعضها كي المشتله كي البقر كي الدنيا الكل مربوطه بعضها. الفلاحه شنو هي؟ الفلاحه كلها شبكه واحده راه سواء مثلا باش تزرع خضروات ولا شجر ولا اي حاجه سواء باش تخدم مثلا تو هذاك تو الدجاج هذا مش تابع الفلاحه متابع الفلاحه باش يعمل بطيمه باش يربي باش هذا تو مازال العلف من اللي تقول لك الدجاج مو من كثر من الغلاء نتاع العلف من الغلاء نتاع العلف يا اختي وذاك هو تو الشيء مربوط ببعض مربوط ببعض مقارنه بعامناي والسنين انتجت اقل الانتاج تراجع ولا زاد؟ السنين في تتراجع جمله هذا القراع هذا احنا وصلنا لهنا في قلعه نجدوس اقل فلاح يخزن بال 500 وبال 600 طرناطه قراع السنة عباد خسرت ملايين من جرة الماء ما نقولكش الفلاحه ما نبهتش علينا فما ربي نبهت علينا احنا مشكلتنا مني كيما قلت لك احنا قلعه نجدوس مربوطين بالفلاح مربوطين بالفلاح ومربوطين ببير القصح ناس تخدم شباب باش يعمل باش يمشي يهز ويبيع في بير القصح وهذيك المنتوج نتاعنا سواء بقر ولا قراع بطيخ قناريه وين القناريه سنة في قلعه نجدوس القناريه سنة كبوت في قلعه نجدوس فما كانش اللي عنده كيما نقولوا بير باش ينجحوها شوي الماء ما يسميهاش اخت شنو مشكله الماء هذه؟ الماء مشكلته قال لك ما عندناش في الزدود الواد مجرد تويك ما يخدموا فيه ويجروا فيه باش يحبوا يوسعوه بعد ما اتخذت الساعه الماء اللي عامناه الوقت في الخريف صدقيني عامناه للماء عندي هو باش نحكي لك بصراحه دوري هنا عنده واد الفارغ هذا نتاع بكري بكري قبل ما تجي فرنسا لهنا كان يدور نقولوا اوتيكا تعرف فيها اوتيكا لاسار من غاديكا جات فرنسا ورجعته قلت ولا الدوار هنا عندي واد فارغ نسميه واد فارغ جيت المطره الاولى وراس اختي وراس هاطمه المطره الاولى وعملوا المصلي عندي بي في اول خريف جيت مطره كبيره الواد هذايا تعبي لي بالماء خاطر هو مو واطي وحتى معناتها الدوار الفوق اما هو فلو قعد المارس المارس ما نجح ما 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 نجحش المال اللي مشى في واد مجرده وهو احنا عندنا واد الاحماضه نسموه الاحماضه الواد هابط المال اللي مشى للبحر والله قيم تونس تي بالليك قدام ما نجمش نعرف قدامنا مشى كاك حرام يعني يا ربي ما على الماء ايوه على الماء الماء المشكله مع الدوله ماشي مش عاملت له معناتها استراتيجيه باش يستحفظوا عليه للاجيال اللي جايه من بعد ايش والله شيء اللي ينطق بسيف شيء اللي بسيف حتى الماء هبط له في البحر وسنا ما فاتوش والله الماء عامناه والخير اللي مشى الكل مشى في البحر ومش السنا ولا عامناه وهالسنين الكل صدقيني كان الماء ما همش عاملين له قيمه ما همش عاملين له قيمه خاطر احنا تو ربي سبحانه الماء روج عنا من الماء كل شيء حي راهو بليش الماء ما نجموش نعيش لكن انتم سنا فلاحه وعجزتوا احنا صاير الناس خسرت الملايين ونقول لك خاطر وقعت انت تو كان ما عرفش عليك وقعت لهنا عملوا اللي كان يمون في الفلاحه من غير ما نذكروا الاسماء وجاء وحب يعمل وباش يسكر البلاد وتحرقت ووقعت العجل فاحنا بقى نسموها الرميله وعلاش خاطر مسكين عطاء السلعة نتاعو اللي كان قبل يعطي بالملايين ويعرف اللي الفلاح باش يرجع له السلام ما لقاش الفلاح خذا من عنده السلعة وخذا كل شيء ما لقاش في قاوم معناتها باش يكمل يواصل المزروع نتاعو معناها اذا كان السنة ما يحاولوش يلقاو حل يعني العام الجاي مش تصير مشكلة اكبر باش تزيد تتازم صدقيني اكثر وقت خاطر علاش تو احنا باش مربوطة تونس واي دولة في العالم يا ودي اذا كان ما تنتجش من ارضك وتاكل من ارضك راهو اسمع هنا طريقة في القدافي قالها اللي ياكل من وراء البحار راهو ما ينجمش يعيش فيها البلاد اللي باش ياكل من وراء البحار مستحيل وتو هاك تري العالم كله في ازمه يا خويا نفسي نفسي تو وماذا بينا احنا البلاد نتاعنا احنا ننجو فيها تو مليش تو بالله مليش الشباب راهم يروحوا على مليش راهم يروحوا تبع هو يجي يقول لك اللي هنا خويا في البلاد هذه لا باش ينجم يبني لا باش يعرس لا باش يعمل مشروع وزيد هاك تري حتى الفلاحه الاربع كعبات فلاحه اللي كانت ما عادش مساكن خالط ما عادش خالط سلموا في البقر وصدقيني احنا قلعه الاندلس النسبه المئويه نتاع اللي كانت تكسب انا كنت عندي 10 بقرات بخلاف ولادهم ما عادش عندي تو هاو نهزك تمشي وتري هاو عليا بالله الدوار اهدم من اللي قعدوا فيه اربع دجاجات
ما عادش حتى العلفة الدجاج اللي كنت كي نكسب فيه ونهز في كعب على عربي ما عادش خالط باش نجم نكسب خاطر ما عادش نجم العلفة غليت يا اختي وهاك تري وعمال كل شيء كل شيء يشعل فيه فرن منين العبد بشيء الله غالب يا اختي وان شاء الله ربي يحسن العاقبة بجاهني ان شاء الله ربي يحسن العاقبة وربي ان شاء الله يصلحها على خير يجريها على خير وان شاء الله هالعباد اللي تو هذه شادة البلاد تفهم روحها